تقيم مجموعة الصين للإعلام حفلا على شبكة الإنترنت ليلة اليوم السبت في الساعة 8 بتوقيت بيجين، ويبث الحدث على قناتي CCTV 1 وCCTV 3 بالإضافة إلى العديد من تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات على الإنترنت. ويتميز الحفل هذا العام بالتعاون بين فنانين مشهورين من مختلف المجالات، وقد أصبحت مشاهدة الحفل السنوي تقليدا جديدا خاصة بالنسبة لجيل الشباب للاحتفال بشاونيان الذي يصادف 14 من شهر يناير من هذا العام، حيث يشرع الصينيون في الاستعداد للاحتفال بالسنة القمرية الصينية الجديدة